الله بيجيب المطرة والشيخ بيجيب المطرة، زي ما قال الدكتور صلاح الدين البدوي عبد المحمود الخنجر، والله ما سمعتوه قال الله اللي بيجيب المطر، ونسي أو تناسى قول الله سبحانه وتعالى قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال الله سبحانه وتعالى، ودول خطاب بخاطب الناس، والله في تفتح المصحف سورة البقرة أول خطاب ربنا قال يا أيها الناس، ده بيتكلم عن الموضوع ده والله، والدكتور فاشل فيه وقال دكتور في قسم التفسير، والله ده فسر شنو؟ دول أمر الله أمر به الناس، يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والله ده قال الله اللي يجيب المطر، ومش قال كذا، قال لو سألت الله الله ما بديك المطر، ده ما كفر بالله سبحانه وتعالى، الله ما بديك المطر، لو سألت الله الله ما بديك المطر ما قاعد تسمعوه؟ قال منع الناس المطر ذات مرة ومنع المطر عنده أسباب، قال فذهب الناس يبحثوا، قال نحن في السودان مرات بنمشي للمشايخ، هذول السودان ده فيه ناس موحدين، دارت لما الشغلانية كلها معقدة ولا شنو؟ السودان ده فيه ناس موحدين نحسبهم والله حسيبه، ما الناس كلهم قول ذهب الصوفية، ما ذهب الناس، قال فذهب الناس يبحثوا، نحن في السودان مرات بنمشي للمشايخ بندفع القروش بيقروا ياسين، دي دايرة دليزاته، بيقروا ياسين بتنزل الأمطار، قال والمطر ذاتها بدوها مرات على حسب الطلب، عجبك عجبك ما عجبك أمشي أفتح براغ في الشرطة، والله وقال تاني لحد ما قال، قال لو سألت الله قال لي فيك وهابي يقول لك ما تسأل الله، دي ما حاجة كويسة، زور يا ناس يقول لك أسأل الله دي حاجة كعبة، لكن عند الدكتور حاجة كعبة، والله قال لو سألت الله الله ما بديك المطر، ده كفر بالله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ما دار النقيب ده دكتور فاشل، مشكلتنا معاك يا دكتور ما في المطر برا، والله لأنك داعي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، والله داعي إلى الشرك، قاش الناس في نيل الأبيض بجاي، والله نحن ذاتنا من هنا قاش الناس في نيل الأبيض، أبدأ من هنا ذا قاش الناس كذا، والله يخدع في الناس يكذب للناس، معه شفته واحد من كذا فلان ما دار يجيب اسمه، والله نكرة ما دار يجيب اسمه، لكن هو عارف إنه كويس، والله ده قاش الناس تلقى له في عمة ومتجنزب، وين ده صاحب صلاح الخنجر، والله قاشين الناس في نيل الأبيض بجاي وامشي بجاي برضو عشين الناس، والله لكن في ناس موحدين نحسبهم الله حسيبه، ما بنخدع بيكون يا دكتور، والله يا صلاح الخنجر، والله ربنا قال قل أنا أدعو من دون الله، نازل بمسك دي مشكلتنا معك يا الخنجر غير المطر، إنك بتمسك الناس في غير الله سبحانه وتعالى، ربنا قال قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله، بعد الناس عرفوا التوحيد وعرفوا العقيدة دار تمسكهم في غير الله سبحانه وتعالى، قال ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأنا ما أقف لك في الكلام ده كثير لأنه في إخوة متحدثين من بعدي والله، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام يلغى إبراهيم أباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر غترة وغبرة، فيقول إبراهيم لأبوه ألم أقول لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، لا في يوم القيامة، هنا أبوه ما كان والله ما عنده في الدنيا، والله قول له وحد الله سبحانه وتعالى ولا دار تخلي دين أبواتك ودار تخلي شنو، نفس القضية والله المتخاصمين فيها الدعاة إلى الله عز وجل، والله يقول له هذا وحد الله سبحانه وتعالى يقول لك دار تخلي دين أبواتك ودار تخلي شنو، والله قال يلقى إبراهيم وأباه آذر يوم القيامة وعلى وجه آذر غترة وغبرة، فيقول إبراهيم لأبوه ألم أقول لك لا تعصيني، فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم إنك وعدتني ألا تخذني يوم يبعثون، فأي خذ أخذى من أبي الأبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، والله الجنة حرام على الكافرين، ربنا قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والشرك والظلم، والله قال الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، والله الشرك وشنو الشرك؟
الشرك أن تجعل الله سبحانه وتعالى ندا وهو خلقك، زي ما أسلفنا الكلام السي والله ده يقول اشرك بالله سبحانه وتعالى، ادعو غير الله، ناس يعلقوا الحجبات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وناس يعتقدوا أن غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب، كما قال قائلهم ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا فما زال مذهولا على الناس ستركم أي الحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله ضركم. فالواجب على العبد أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يصرف جميع العبادات لله سبحانه وتعالى. والله ما تنخدع بكلام الغوم، والله والله يخدعوك ويزينوا لك الحق بالباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليختلفوا ما هم مختلفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونقدم أخانا محمد بدوي.